فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. نعم. يقول: ما حدود النظر إلى المخطوبة؟ فما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه؟ ينظر إلى وجهها وكفيها، ينظر إلى وجهها وكفيها، هذا الذي يجوز له. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل للمرأة الحق في أن تطلب النظر إلى الخاطب بخاصة؟ أي نعم، لها أن تطلب النظر إليه، هل يصلح لها أو لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.